الحوراء كانت محطة من محطات الحج المصري، كانت تسمى بالفرضة الثانية عشر، وذكرها العديد من الرحالة والحجاج في رحلاتهم الحجازية. ثم بعد أن ورثت الدولة العثمانية تركت المماليك في مصر والشام، ازدادت معها كيل بعير واستولت على الحجاز ومحطات الحج المصري. ثم انتقلت المدينة من الحوراء إلى أم اللج لاتساع حوض بحرها واتساع الميناء فيها. قبلها كانت القبائل كل قبيلة لها مرسى محاذي لقريتها، وكان هناك مرسى البحير ومرسى الشبعان، وكانت السفن هذه تنقل العديد من البضائع من مصر والسودان والصومال وجيزان. قامت الدولة العثمانية بإنشاء هذا الميناء وتحصينه من الغزو البرتغالي. اتجه الناس إلى مدينة أم اللج، فبدأ البناء يتدرج شيئا فشيئا حتى سكنوا من القرى والمدن والدول المجاورة، وكونوا نسيجا اجتماعيا متماسكا. أما أهل السفن فثروا ثراء لنقل السفن والبضائع من ميناء إلى ميناء، حتى دخل عهد الشريف ثم العهد السعودي، وأصبحت أم لج من أكبر المواني التي من أكثر الجمارك التي دخلها يفوق دخل مدينة ينبع، هي مدينة أم لج بعد مدينة جدة، كثرة للسفن الشراعية التي تنقل البضائع من بور سودان ومن السويس ومن جيزان. وهناك العديد من القصص التي مرت على البحارة في عناهم وشقائهم، حسب ما أثبتت الصكوك الموجودة هنا وهناك. في نهاية القرن الثامن عشر بدأ البناء في مدينة أم لج. بالنسبة للحجاج كيف انتقلوا من الحوراء وبعد الحوراء للعين ومن العين للزاوية، وتعطل الحج البري. كانت الحوراء حفائر الماء قريب، هذا ما اطلعت. انت تعرف انه كان اللي يألف الرحلة الحجازية يعتبر هذا معلقة من معلقات، فمن ضمنها الديرعي ومن ضمنها عبد واحد اسمه ابو جماعة، قرأت كثير له، حتى إلى درجة إن واحد موثقها بقصيدة من يوم طلع من السويس إلى أن وصل إلى مكة، يقول دع النوق داع الشوق حين دعاها، ولبت وبلت بالدموع خطاها، فلا تجزراها في المسير فعندها، من الشوق ما لو خليت لكفاها، تسير بمسراها إلى أرض مكة لتنهل منها عرفها وشذاها، وقد يممت وادي البويبة بعزمة وهو هواها إلى السويس دعاها، ومن السويس إلى نخل، وفي نخل أمست وطاب مساها، ومن كل محطة ذكرها. ويا حبذا الحوراء للركب منزلا، ومن بعدها نبطا يفوح شذاها، وعويص وينبع وبدر لين وصل عرفة. فبعد كذا نضب ماء الحوراء وقلت الحفائر. كانت العين أنا لحقتها موية جارية على وجه الأرض، انتقل بدليل إن عبد الله فيلبي ذكر العين ما ذكر، كانت جلف وتحت جلوف نمشي إحنا نسبح فيها، كمان عين ماشية على وجه الأرض تشرب. فانتقلت محطة الحاج من الحوراء إلى العين، واللي خلفها تسمى المناخة، كانت مناخة الإبل، تخمر فوق 3000 فوق 4000 بعير. بعد كذا قل ماء العين وانفتح بير الوحيدي. الوحيدي اللي حفر البير هذا يقولون انه من اصول فلسطينيه، وفي عائله الوحيدي موجوده في فلسطين. فيوم انفتح بير الوحيدي تحول المحطه عند الزاويه، والزاويه بناها محمد علي السنوسي، وذكر ما شاء الله مالك الموضوع هذا ما شاء الله عليه. وصارت المحطة ويتركون ودائعهم ويتركون. بعد كذا عاد فتحوا قناة السويس وتعطل الحج البري كله.
وسار عن طريق البحر. أذكر يذكر لي مؤرخ على قصة لأحد أبناء عمه، فالإبل والإبل وشاقاء في البادية، وكانت السفن تحمل الفحم. يقول عند قهوة الحاقة هذه كان مستودع للفحم عشش، ما في حجر، مستودع للفحم عشش. ما بدأ الناس استوطنت المدينة مستودعات للفحم، وجوا من القرى، القرى مليئة بالسكان، ولا سيما القرص والمقرح والغمير كلها سكان ومياها، ويعني نزولهم البلد لعدم وجود الماء، الماء بعيد. إلا عادي يوم امتلت البلد أنشأوا الصهاريج لحفظ ماء، وصار يعني فيه، وكانوا يأجرون أقرب من الغمير، بير الغمير، بير الغمير هذا فيه بير للجميدي وفي بير قديم من الغمير بالهوري يجي لما يزر هنيه ويبيع على أهل البلد. القربة عاد شوف كم، وبدوا عاد زي ما يقولوا روح هذا هجمع سنبوك وانتحى مصر، وجاهوا بعد 40 سنة قصة على قصة طويلة. فبدوا عاد أجبرهم البحر وتجارتهم للبناء، واستوطنت الحاضرة على البادية. طبعاً أول ما بنوا تقريباً على حسب ما أذكر التجار كانوا من أكبر التجار حسب ما أسمع من الأولي، عبد الرحيم علي شحاتة، حسين غيث، بعدين جاء عبد الرحمن الكوفي، الأشراف، جاء ابن غنايم، حسب ما أذكر عبد الرحمن الكوفي هذا يرسم الجنيه مثلاً. اليوم السنبوك محمل فحم روح للسويس، صاحب السنبوك أو صاحب البضاعة يبغى يحاسب أهل الفحم ويعطيهم حقهم من خلال إيش؟ من خلال التاجر هذا، يقول لهم رسم الجنيه اليوم في السويس كذا كذا، سعر العملة، سعر العملة كذا كذا، وكأنه بنك البلد، ويحاسبهم، يحاسبون ويبيعون بنفس العملة. كان وقت الجنيه المصري أو الجنيه الإنجليزي، ويرجع السنبوك بخيرات